كابتن سعد، عايزين نطمن عليك. الإصابة العضلة الخلفية، وكان صراحة لقاء أمام المصري في كأس السوبر، أديت لقاء على أعلى مستوى ولعبت حتى 120 دقيقة، فكنا كلنا عاملين نقول ربنا يكون في عون سعد سمير. وموضوع الإصابة عايزين نطمن عليك. والله يمكن زي ما انت بتقول يا محمد، يعني انا كان عندي جلطه في الرباط الداخلي في ركبتي في ماتش الاسيوطي. كان تدخل عليا لعيب من لعيبه الاسيوطي وجالي جلطه في الرباط الداخلي، وقعدت حوالي شهر اتعالج او شهر ونص اتعالج، وبعدين يا دوب يعني تواجدت في مباراه الزمالك اللي كانت في الدوري اللي فزنا فيها 3-0، و بس ما شاركتش الكابتن حسن فضل ان هو يعني ما يخاطرش بيا وكده، علشان خاطر ما كنتش لسه اتمرنت مع الفريق. وبعدين سافرت الماتش السوبر اتمرنت تمرينتين قبل الماتش، فده اللي اثر عليا شويه ان انا يعني ما كنتش جاهز 100%. لكن طبعا كانت مباراه مهمه وكان مباراه سوبر ونهائي، فانا يعني كان عندي رغبه كبيره ان انا العب وان انا ابقى موجود، وخصوصا ان احنا كنا معظمنا المدافعين مصابين. فنزلت تمرينتين ولعبت مباراه، طبعا كان حظي وحش شويه ان المباراه وصلت ل 120 دقيقه، فكل ده كان حمل عليا يعني، فده اللي عمل لي حاله الاجهاد الموجوده الفتره اللي فاتت. هو طبعا ربنا يكون في ربنا يكون في عونك، بس الصراحه شخصيه قويه سعد، ان انت تكمل وتتحامل على نفسك وحاسس باهميه المباراه برضو ولقاء بطوله. ما انا بقول لك يا محمد، هو لقاء بطوله، فلازم يعني لازم انت بتبقى البطولات اللي في النادي الاهلي بتتكتب باسمك وبتتكتب باسم الجيل الموجود، وانت مش كل يوم يعني مش كل يوم بتلعب نهائي، انت محتاج ان انت على طول تبقى موجود في الماتشات الكبيره، محتاج ان انت على طول يعني بيبقى عندك دافع ان انت على طول بتساهم مع الزمالك في تحقيق البطولات. فكانت بالنسبه لي بطوله مهمه وعايزين نكسبها، فالحمد لله ربنا كرم وقدرنا ان احنا نكسبها. طبعا اثرت عليا شويه بعد كده في التعب وفي المجهود اللي بذل، لان مفيش فتيكات كل ما بيساعد حاجه مجرد بتحقق البطوله يعني. كابتن سعد، بالنسبه بقى للتاهيل، يعني ان شاء الله امتى تبقى جاهز انك تشارك في المباراه الثانيه؟ يعني ان شاء الله باذن الله في اخر الاسبوع الجاي اكون متواجد ان شاء الله في التدريب وجاهز للمشاركه في المباراه ان شاء الله باذن الله. يعني هو كابتن حسن برضو فضل ان انا اخد وقتي في الراحه وان انا اتاهل براحتي عشان ما استعجلش برضو زي المره اللي فاتت، وهو كان مصر الكابتن حسام ان انا يعني احاول ان انا اخد الاستشفاء بتاعي بشكل كويس علشان خاطر الاصابه يعني ما ترجعش تاني او حاجه يعني. هو طبعا ده امر مهم ومجهود كبير جدا صراحه لكل الجهاز الفني، وايضا اخصائي اللياقه البدنيه سواء كابتن ابو العلا او الشعلالي، كابتن شعلالي، وايضا اخصائي التاهيل اللي موجود كابتن في طارق النادي عبد الاهلي. العزيز شغال معايا بصراحه بكل مجهوده، وكابتن طارق من الناس المحترفه جدا في المجال ده، فربنا يكرم العوده تكون قريبه ان شاء الله باذن الله. عايز اعرف رايك في لقاء الاسماعيلي، النادي الاهلي بيفوز على الاسماعيلي في الجوله، يعني الدور الثاني فاز عليه الدور الاول بهدفين مقابل لا شيء، وفوز النادي الاهلي فاز على الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء في لقاء ما كانش سهل بالنسبه للنادي الاهلي، هدف في الدقيقه 91. أكيد الحمد لله، يعني مكسب مهم بالنسبة لنا، بتلعب المنافس بتاعك على بطولة الدوري، بتحقق مكسب مهم، 3 بونت بيبعدونا في جدول الدوري، بيقربوك من اللقب إن شاء الله، لكن لسه المشوار قدامنا طويل. الحاجة التانية الحمد لله يعني المكسب بيجيب مكسب وبيديك ثقة وبيأكد دايما جدارتك بالبطولة، والحمد لله الفرقة إن شاء الله ماشية الفترة اللي فاتت بشكل كويس. الكابتن حسام عامل طب ايه رايك في محمد هاني وهو بيلعب مساك؟ لا احنا عندنا بصراحه دي ميزه في النادي الاهلي، زي ما احنا بنقول الاهلي من حضر، يعني اي حد موجود هيقدر ان هو، الاهلي فريق كبير ما بيقفش على اي حد غايب يعني. يعني دي حاجه اتعلمناها كلنا في النادي من واحنا في الناشئين لحد ما بنبطل، النادي الاهلي باي حد موجود بيأدي وبيكسب وما بيفرقش مين غايب مين مش غايب. طبعا يحصل للجهاز الفني ان هو بيجهز دايما البدائل وبيوظف اللعيبه، سواء الكابتن حسام والجهاز الفني بيبقى عنده من الخبره ان هو يقدر يجهز اللعيبه اللي تقدر يعني زي ما بيقولوا تسد النقص العدد اللي موجود. فايمن بيأدي بشكل كويس جدا الفتره اللي فاتت، وهاني برضه الفتره اللي فاتت بيأدي بشكل كويس، ونجيب رجع بالسلامه، ونجيب هيبقى اضافه قويه لخط الدفاع مع المجموعه اللي موجوده، لان نجيب من اهم المدافعين الموجودين في مصر يعني، ده فربنا حقيقي يكرم ان فعلا. شاء الله ويبقى اللعيبه كلها مكتمله ونقدر ان شاء الله نحقق البطولات ان شاء الله.
طيب كابتن سعد، صلاح محسن من الفراوده الجمال اللي جم في الصفقات، وفي ايضا المدافع محمود الجزار، وفي علي لطفي في حراسه المرمى. هل في سعاده جوه او ارتياحيه في جوه النادي الاهلي في وجود بعض الصفقات اللي ممكن تبقى تدعيمات قويه للنادي في البطولات الكتيره اللي جايه؟ احنا طبعا اي لعيب احنا بنتمنى وبنقول دايما اي لعيب اضافه للنادي الاهلي او هيضيف للنادي الاهلي، هو طبعا النادي الاهلي هو اللي بيضيف لاي حد، يعني احنا متعودين كده النادي الاهلي اسم النادي الاهلي بيضيف اي لعيب فينا، لكن بنتمنى اي لعيب يبقى على قدر المسؤوليه بس ارتداء تيشيرت النادي الاهلي، لان النادي الاهلي نادي كبير وبيسعى للبطوله وبيسعى ان هو يبقى رقم واحد دايما، فلازم اي لعيب جاي النادي الاهلي يعرف ان عليه ضغوط وعليه تحمل مسؤوليه كبير جدا، علشان خاطر الجمهور بتطلب بالبطوله، بتطلب ان انت على طول تبقى كويس، اي اخفاق او اي تعثر الناس ما بتتقبلوش، فاحنا علينا ان احنا نتقبل النقد ده ونتقبل تحمل المسؤوليه، وده اللي اتعلمناه من الاجيال اللي قبلنا يعني. فكل الاسامي اللي حضرتك قلتها او اي لعيب بيتم عليه الاختيار من اداره النادي او من الجهاز الفني احنا بنتمنى ان هو يضيف لنا وان هو يجي يشيل معانا عندنا زي ما بيقولوا حمل كبير هو اسعاد جمهور النادي الاهلي، فلازم يبقى هو على المستوى ان هو جاي عارف ان كل مباراه فيها ضغط، كل مباراه انت مطالب ان انت تبقى رقم واحد، انت اللي بتكسب، مطالب ان انت تلعب تحت ضغط على طول، اللعب في النادي الاهلي مختلف عن اي مكان تاني، اي تصرف محسوب عليك، اي حاجه محسوب عليك، فلازم تكون واخد بالك من الكلام ده كله، وانت مش جاي زي ما بيقولوا مش جاي فسحه يعني، انت جاي في النادي رقم واحد في افريقيا ومن اكثر انديه تتويجا في البطولات في العالم، فلازم تكون عارف ان انت جاي عليك مسؤوليه كبيره يعني. كابتن سعد، ان السنه دي كام جون ان شاء الله بتوعد الجماهير؟ انت ما شاء الله بقالك فتره كده بتجيب جوان كتير. والله يعني الحمد لله يعني السنه دي 3 والسنه اللي فاتت كانوا 4 أو 5 فاكر بالظبط، فالسنه دي ان شاء الله ممكن يبقوا يعني يا رب يعني يا رب ان شاء الله نوصل ل6 مثلا، يبقى السنه دي كويس 7 باذن الله باذن الله. لو كده ده معناه ان انت هتضطر ان انت تشوف ضربات جزاء. لا مش لازم، انا كل الاجوان اللي بجيبها ما فيهاش ضربات جزاء، فربنا باذن الله. كابتن سعد وكابتن مصر والنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا.